مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع متابعين طقس العرب، اليوم بدي استعرض معكم تفاصيل المنخفض الجوي انه المتوقع يؤثر على الاردن ومنطقه بلاد الشام عموما خلال ايام الثلاثاء والاربعاء وحتى صباح الخميس. في البدايه هناك كما نشاهد اندفاع لكتله هوائيه بارده باتجاه منطقه الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، هذه الكتله سينتج عنها تشكل منخفض جوي ظهر الثلاثاء. فوق منطقة شمال جزيرة قبرص كما نلاحظ في هذه المنطقة ويتوقع أن يندفع خلال ظهر الثلاثاء حتى ظهر ومساء الأربعاء باتجاه الأراضي السورية كما هو موضح في الرسمة التالية خلال انتقال هذا المنخفض الجوي وحركته من شمال قبرص وحتى الأراضي السورية أي الفترة ما بين ظهر الأربعاء وحتى ساعات مساء الأربعاء يتوقع أن يزداد هبوب رياح قوية كما نرى في مختلف المناطق هذه الرياح تتجاوز سرعة هباتها حاجز 100 كيلومتر في الساعة في مناطق مختلفة من منطقة بلاد الشام والأردن بما فيها أجزاء من العاصمة عمّان، أيضاً قد ينتج عن هبوب هذه الرياح من مصادر صحراوية أيضاً تشكل عواصف ترابية وعواصف رملية في أجزاء من البادية الجنوبية والبادية الشرقية من الأردن، فبالتالي هناك تحذير خلال ساعات يوم الثلاثاء خاصة خلال ساعات مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء من خطر تشكل عواصف رملية في أجزاء مختلفة من الأردن، بالإضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح كما شاهدنا. التي قد تتجاوز 100 كم بالساعة بفعل حركة المنخفض الجوي من شمال جزيرة قبرص وحتى وإلى عفوا المناطق شمال سوريا بالانتقال أيضا يعني لتفاصيل أكثر لهذا المنخفض الجوي كما ذكرنا هناك اندفاع لكتلة هوائية باردة إلى منطقة الحوض الشرقي المنطقة الحوض الشرقي الأبيض المتوسط سينتج عن تشكل منخفض جوي مع ساعات ظهر الثلاثاء كما نلاحظ يتمركز فوق شمال شرق جزيرة قبرص وتوقع أن يتحرك خلال ال 24 ساعة القادمة، أو عفوا 48 ساعة القادمة إلى منطقة بلاد الشام، أثناء حركة هذا المنخفض يتوقع أن تتشكل جبهة هوائية وتبدأ بالعبور التدريجي إلى أجواء المملكة ودولة فلسطين وسوريا ولبنان، ينتج عنها اشتداد في كمية الأمطار مع ساعات مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، أمطار غزيرة، زخاتنا البرد ورياح قوية كما ذكرنا سابقا. بالانتقال ايضا الى تفاصيل الحاله الجويه يوم الاربعاء اثناء عبور الجبهه الهوائيه مع ساعات صباح الاربعاء يتوقع ان تتشكل جبهه هوائيه ثانيه كنتيجه لاندفاع المزيد من الكتله الهوائيه البارده شديده البروده عفوا الى المنطقه، بالتالي ستتشكل جبهه هوائيه ثانيه مع ساعات ظهور وعصر الاربعاء سينتج عنها ان شاء الله المزيد انخفاض على درجات الحراره، المزيد من الامطار وربما زخات الثلوج على المناطق التي تزيد عن 1000 متر عن سطح البحر. كما نلاحظ هذه الخارطة تستعرض كمية الأمطار المتوقعة خلال المنخفض الجوي القادم في البداية كما نلاحظ الأمطار شاملة لأجزاء واسعة من بلاد الشام أجزاء واسعة من الأردن الأمطار شاملة كما نشاهد المنطقة الشمالية الوسطى الجنوبية وأيضا محافظة العقبة لها نصيب من الأمطار إن شاء الله تعالى كما نشاهد الجزء الأغزر من الأمطار في السلسلة الغربية من الأردن نتحدث عن محافظات إربد وجرش وعجلون البلقاء العاصمة عمان الكرك مرتفعات جبال الشراب تشهد غزارة كبيرة في الأمطار نتحدث عن ما يقارب من 50 الى 100 مللي في هذه المناطق، ايضا يعني هناك فرصه لزخات من الثلوج في المنطقه الشماليه في منطقه راس منيف، اجزاء من العاصمه عمان، نتحدث عن مرتفعات صويلح، خلده، مرتفعات دابوق، اجويها، وايضا اجزاء من المنطقه الجنوبيه في سلسله جبال الشرا. ننتقل الى ملخص سريع للحال الجويه، كما نشاهد غدا صباحا، الثلاثاء صباحا، طقس مستقر في ساعه الصباح الباكر، غدا صباحا اثناء التوجه الى العمل. لا نتوقع هطول امطار، لا نتوقع اجواء عاصفه، هناك طقس مستقر خلال ساعة الصباح الباكر، امطار متفرقه تهطل في النهار خاصة في شمال المملكة، طبيعة الامطار ستكون متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا. كما ذكرنا سابقا جبهة وأي تعبر أجواء المملكة اعتبارا من ساعة مساء الثلاثاء أو ساعة متأخر من ليلة الثلاثاء الاربعاء، ينتج عنها اشتداد كبير في الأمطار، وأيضا ينتج عنها اشتداد في زرعة الرياح، زخات من البرد، أمطار غزيرة وارتفاع في منسوب المياه. يوم الأربعاء اشتداد تاثير الجبهه الهوائيه مع ساعات فجر الاربعاء، اذا مع ساعات فجر الاربعاء وصباح الاربعاء اثناء التوجه للدوام هناك امطار غزيره، هناك ارتفاع في منسوب المياه على الطرقات، هناك ايضا زخات برد، عواصف رعديه في مختلف مناطق المملكه، طقس عاصف بارد ماطر في مختلف مناطق المملكه، الامطار ستكون شامله باذن ذلك كافه المناطق في الاردن، بعد الظهر والعصر مع عبور الجبهه الهوائيه الثانيه، وتوقع زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبليه التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. أود التحدث بمزيد من التفاصيل عن موضوع الثلوج في هذه الفترة، أولاً موضوع الثلوج عصر وظهر الأربعاء سيقتصر سيقتصر لساعات قليلة فقط وهي الفترة الممتدة ما بين ظهر وعصر الأربعاء وحتى ساعات المساء والليل الأولى. يتركز هطول الثلوج في المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر في المملكة وهي مناطق محدودة بشكل عام، نتحدث عن مرتفعات رأس منيف في عجنون، مرتفعات خلدة، صويلة، احتلال علي في العاصمة عمان، نتحدث أيضاً عن المناطق المرتفعة في الكرك وسلسلة جبال لكن للأسف فترة الهطول الثلجي هي فترة قصيرة تقتصر لساعات قليلة فقط وهي مقتصر ما بين ظهر وعصر الأربعاء وحتى ساعات مساء الأربعاء ليلة الأربعاء الخميس يتوقع أن يتراجع نوعا ما هطول الأمطار وتنخفض درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي بالتالي هناك تشكل انجماد على بعض طرقات المملكة وتحذير حقيقة من الانزلاق على الطرقات ملخص سريع لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة نبدأ في يوم الثلاثاء درجة الحرارة العظمى 14 درجة مئوية والصغرى 5 درجات أمطار كما ذكرنا تبدأ بالهطول مع ساعات ما بعد الظهر تصل المنطقة الوسطى وتشتد مع ساعات المساء والليل يوم الأربعاء طقس عاصف ماطر مع درجة حرارة خمس درجات مئوية العظمى وصفر درجة مئوية خلال ساعات المساء والليل الخميس أيضا زخات من الأمطار كما نلاحظ أجواء باردة خلال الفترة القادمة الخميس والجمعة والسبت هناك مزيد يعني من الانخفاض على الحرارة مع أجواء باردة سيداتي وسادتي يعني هذا كان آخر ما لدينا من تفاصيل في الحال الجوية ترقبوا المزيد من النشرات الجوية غدا مع الزميل محمد الشاكر سيستعرض توقعات النصف الثاني من شهر ديسمبر لا تنسوا تحميل تطبيق تقسير على الهواتف الذكية لمعرفة كل تفاصيل النقل الجوي اولا بأول كان معكم اسامة الطريفي إلى اللقاء